Muted. هو من أربعة، إذا وفق لي الهيد أو وفق لي المكان أو وفق لي الأكشن، يعني ما تعمله هذه العضلة. مثلا عندنا السوبنيتر مصل، سوينا سوبنيشن. عضلات الفلكسر، سوينا فلكشن. عضلات الإكستنسر، سوينا إكستنشن. إذا قسمنا العضلات أو سمينا العضلات وفق ثلاث قواعد، أما مكانها هو اللي جعلنا نسميها، أو الأوريجين والإنسرشن، أو عدد الهيدز اللي بيه. فهمتوني؟ خلاص. مرحبا دكتور. بالنسبة إلى دانيا قالت مرحبا دكتور، بالنسبة لتسمية العضلات فقط اللي موجود بالمنظمة أو شنو؟ لأن إحنا طلاب استضافة فمن نعرف إذا نشرح شيء إضافي بالمختبر أو شكرا. طلاب استضافة من؟ لأن إحنا طلاب استضافة فمن نعرف إذا نشرح. أنتم طلاب الاستضافة عليكم فقط الاستضافة للبصرة، استضافة البصرة. عليكم مطالبين بما يعطيه الدكتور في المختبر فقط، بما يعطيه الدكتور في المختبر، ما عليكم بالنظري. حنين دكتور بيب راح أعملكم على أعلمكم على طريقة الإجابة المضبوطة بالامتحان وتكون بشكل صحيح. نعم إن شاء الله. ما أقدر أسوي لكم تقييم وسؤال وجواب هذا الوقت، لأنه أنتم بعدكم ما تعرفون المصطلحات اللاتينية، ما ناخذ كمية من المحاضرات التشريحية الصحيحة حتى نبدي ونبلش على بركة الله نوع من مادة التشريح الحقيقي. أنتم الآن بديتوا وياي تأخذون الفاكتور ريجن وبعد ما مخلصينه ما أخذتوه يا دكتورة حسنة ما هو إلا بيزك بسيط وهو مفتاح للتشريح. بديتوا وياي كتشريح، وذلك إن شاء الله التسمية اللي تمر عليكم وتصير ordinary names، يعني أو familiar، يصير لكم يعني شيء معتاد، انه شيء كافيتي وشيء بوستا وشيء كذا واورجن، تصير عاديه والنيرف نيرف عادي، يعني يكون جزء من سليقه بلسانكم. عندما اذا اسوي لك انا تقييم لانه تعرف شو راح تجيب اسئله وكذا، هسه انتم بعدكم فانطونا شويه صبر لانه بعدكم يسوكم بديت العام الدراسي. وان شاء الله اوعدكم ان شاء الله بالاسابيع اللي جايه ناخذ ماده تشريحيه ذات قيمه ذات مستوى، يعني كميه معينه نبدا نسوي لكم شلون يكون السؤال وتكون طريقة الإجابة، أوكي؟ تكون إجابة مختصرة ذكية، مو يكون إجابة يعني تحشي السؤال، أوكي؟ دكتور يعني شلون تجيب الامتحان هذه التسميات؟ لا، هذه التسميات ما تجيك بالامتحان بهذه الطريقة، أنت فقط أن تفهمين أنه التسمية منين أجتني؟ مثلاً من نقولك ترايسبس، تعرفين كلمة ترايسبس معناتها ثلاثية. بنقول لك احنا كوادريسبس، كوادري يعني رباعي، رباعيه، فهمين؟ احنا اذا بدنا نجيب سؤال، نجيب كالتالي على تسميات العضلات، نجيب شنو قلت البايسبس مصل كونسيست اوف 3 هيد، طبعا فولس فولس لان هي مو 3 هي بايسبس بعد 2 هيد، او نقول لك من العضلات اللي بيها 2 هيد سكرين فقط هي البايسبس، من العضلات اللي بيها 3 هيد راح ناخذها اللي هي الترايسبس. نجي الى زهره. دكتور احنا التوسعه واليوم بديت وياكم وصراحه ما نعرف منين نبدي وشلون نلحق. بالنسبه الى الطلاب المقبولين جدا، اللي هم ما صار لهم اسبوع، خلي نجمعهم ان شاء الله في 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 اول نحصي اسمائهم ونعرف عددهم جدا حتى نرتب لهم مراجعه سريعه الى بعض المصطلحات التشريحيه ومفاتهم من المحاضرات، مثلا الكافيتي شنو، الفوسه شنو، يعني بعض المصطلحات اللي يمر عليها مر الكلام حتى يكونون فاهمين مثل حال البقيه. بس نجمع اسماءكم لازم يعني تمرون علينا حتى نعرف ان انتم كذا، حتى نخليكم بجروب واحد فقط مراجعه سريعه كامله. نجي الى فاطمه. السلام عليكم دكتور. What is the commonest site of fracture of the clavicle? Okay. هذا السؤال ما أعرف هو ما يتعلق بالتشريح، يتعلق بالجراحة، بس أجاوبكم عليه لأنه اختصاص الدقيق هو الجراحة. The commonest site يعني وين المكان الكسر الذي يمكن أن يحدث في العظم الترقوع؟ هذا السؤال. أكثر مكان يحدث باللاترال two third of clavicle. توصل يعني الثلث الجانبي، الثلث البرة، الثلث الخارجي من الكلاميكو. بالنسبة لزينب
بس دكتور احنا نحن دكتور نكتب لو وفق هذا الشيء، لو نكتب اسمه بالنسبة للتشخيص العلاج الطبيعي لتحسين سؤال الوظائف وجواب. البدنية. ما فهمت سؤالك يا زينب. دانيال، لا دكتور، احنا النظري بالبصرة، اما العملي في محافظة بغداد. يعني اني قبولي بصرة اساسا، احنا النظري بالبصرة. اوكي، اذا ما ترى هي شو سؤالك خلاص، بمعنى اكثر من تخرج، شو سؤالك؟ اذا انت نظري بغداد وهذا بالبصرة، شو سؤالك؟ فهمت هسه. حسين استاذ، احنا طلاب الاستضافة مطلوب من عندنا متابعة محاضرات السبت، اللي انتم يعني محاضرة مطلوب من مطلوبين من عندنا العملي مال جامعة البصرة، تقدر توضح لنا؟ ما فهم سؤالك. احنا طلاب الاستضافة، استضافة يعني من البصرة، مطلوب من عندنا استضافة، يعني معناتها جايين انتم من البصرة. اوكي، مطلوب من عندنا متابعة محاضرات السبت. انتم شوفوا شباب، بالنسبة إلى إلى الفنية الإدارية، الفنية والإدارية، خلوها بالأخير، أو خلوها إن شاء الله نخلينا نخصصها يوم. خلينا هسه في الأسئلة العلمية الإدارية والفنية. أنا إذا نقل أنا أريد أسوي استضافة عندي يوم محاضرة، نص علمية، خلينا نحكي بها بعدين حتى نضيع الوقت على المادة العلمية. خلونا المادة العلمية. محمد شو يقول؟ نمط الاسئله شنو؟ نمط الاسئله، شوفوا انتم بدنا ناخذ نفسكم بالاسئله. انت اقرا الماده وافهم الماده، اذا انت في الحاله راح تكون عندك سلاح تقدر تواجه اتجاه اي سؤال، اتجاه اي سؤال. الاسئله تكون كالتالي: ام سي كيو، وانا دائما الجروبات اللي اخذها اسويهم ام سي كيو، اكثر الاسئله راح تكون ام سي كيو، حقيقه قد يكون شورت اسي، يعني احكي لنا بعض الاشياء البسيطه اللي تعرفها من ثلاث اربع اسطر عن فلان شيء على سبيل المثال. ثلاثه تكون ملتيبل تشويس كويشن، يعني اختيارات الاجوبه الجواب متعدد الاختيارات، يكون سؤال متعدد الاختيارات. فهي ثلاث اشياء هاي تكون. اما ام سي كيو هذا يعني راح ابدي ان شاء الله من ناخذ ماده تشريحيه، من ناخذ الشولدر والارم، نبدي بالفور ارم، من نبدي بالفور ارم راح يصير عندنا مادة علمية. راح نبدي أسوي لكم طريقة الأسئلة اللي تجي، أما أم سي كيو أو شورت أسي أو ملتيبل تشويس كويشنز. أوكي، نيجي لعلي. علي باسم يقول كونفورس مثال بتوين ذا تيث، شنو يعني؟ شو تريد أسأل هذا؟ الكونفورس مثال صحيح صحيح، أي صحيح، نعم أي صحيح. الصوت يقطع دكتور، أي يعني أنا شو أسوي؟ هذه غير من النت، أصور النت عندكم، احنا النت عندنا هنا جيد جدا. صوت عندك يقطع، فصوت عندكم يقطع بعد. اوكي. حسين داخل. دكتور اكو رسوب بالمرحله الاولى لو الطلاب كلها تصير، لو كلها تصير عندنا الحاله سهله وتنجح. نعم. شوف حسين، هل تعطيكم امل، وامل حقيقي غير 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 كاذب. الجميع ان شاء الله ينجح. انتم قولوا يا الله وابدوا اقروا. نعم. صعوبة بالمادة، والمادة هذه صعبتها مو صعوبة لكون انه انجليزي، لا، لكونه لاتيني، ولم ينزل الله بسلطان، بيزك ما عندك، لكن اقرا وراح تنجح. ثاني شيء، احنا كاساتذة نعرف الاسئلة اللي راح نجيبها الى طلاب اللي هم مستوى اعدادي، انتم مو مستوى اطباء او اطباء او طلاب كبير، لا، انتم مستوى اعدادية بنكهة طبية. انا من احط اسئلة ومن اسال الطالب اقول هذا هو طالب اعدادية بعده، ولكن بنكهة طبية فقط. انت مو طبيب وعاملك كطبيب واجيب لك اسئله صعبه واجيب لك اسئله من بطون الكتب، لا بالعكس، اسئله سهله بسيطه لا تخوفني، ولكن مو معناته اسئله بسيطه اي بسيطه لا ما نقرا، لا، اقرا وشد حيلك راح تنجح، تنجح ان شاء الله. واحنا وياك الاساتذه في كليه الطب جامعه البصره وياك قلبا وقالبا. زينب مويد، دكتور انطينا مثال سؤال وجواب عن التسمية. أعطيني مثال سؤال وجواب عن التسمية. تسمية شنو؟ شنو تبني عن التسمية؟ تسمية شنو مثلا؟ أسميش حتى أعطيك شنو؟ ما فهمت سؤالك، يعني بيه نوع من الغموض عن العضلات، عن البونز. مثل أكو رسوب بالمرحلة الأولى؟ لا، ماكو رسوب. ماكو واحد يقرأ ويرسل. ماكو واحد يقرأ ويرسل. مستحيل. اللي يقرأ راح ينجح. بالعكس، اللي يقرأ راح يتميز. ماكو شيء اسمه رسوب. أنا إذا أقرأ ليش أرسل؟ حتى حرام. حتى الله سبحانه وتعالى من يشوفك قاعد تدرس اكيد راح ينجحك، هو راح ينجحك مو انا راح ينجحك.
فتنقلي لي انا ارسل لو دور ثاني لو اطلع حتى اطلع انت من الاوائل، اذا تدرس اطلع من الاوائل، ودراسه مركزه مهمه، اعرف شلون تدرس. لا ما كرسوب، شوف نبأ شو تقول، طبعا كرسوب، لا ما كرسوب. انا حتى دائما انا طلابي اقول لهم دائما ننظر الى الجزء المملوء من القدح، لا تمروا الجزء الفارغ، كلكم تنجحون وكلكم راح نشوفكم بالثاني، بس اقروا تابعوا ويانا سمعوا ملاحظاتنا وامشوا عليه، راح تنجحون وراح تتميزون. ويا نبأ ويانا رجاءً قد تكون أسئلة علمية أكاديمية حتى نستفاد. السلام عليكم دكتور، هذا بالنسبة للقاء. السلام عليكم دكتور، عندنا وظيفة الميتافيزيز استطالة للعظام لكن تحتوي على الإبيفيزيز، هسه الإبيفيزيز المسؤول والميتافيزيز المسؤول عن استطالة العظام، وشنو الوظيفة الثانية؟ أوكي. إحنا حتى نفهم السالفة، العظم حتى يتكون بأجزاء، شنو الجزء؟ جزء الميتافيزيز هي النهايات العظمية، وبعدين الابيفيسز العفو بالعكس ميتافيسز النهايات العظميه، ميتافيسز الابيفيسز النهايات العظميه سجلوها، والميتافيسز هو الجزء الوسطي، الجزء اللي يمثل لنا الشافت المحور العظم جسم العظم، اما النهايات هي الابيفيسز. من المسؤول عن استطاله العظم؟ يعني المسؤول عن استطاله العظم هو الابيفيسز، ولذلك اذا صار عندنا كسر معين، جرح معين، ضربه معينه، صدمه معينه، معناته الابيفيز ما راح ينمو، معناته هذا العظم ما راح يطول، فهمتوني؟ خلصنا. طلاب الحد بالنسبه ها اي اكيد لحد يسولف، خلي نتناقش مناقشه تفيدكم الاداريه والفنيه ان شاء الله وبعونه تعالى، راح نسوي لها يوم، راح نسوي لها قاعده نسولف بين الامور الفنيه، خلينا بالعلميه. احمد رائد، دكتور انا اعرف اكو فقط lateral one third، شلون يعني lateral two third؟ بالنسبه الى عظم الترقوه يقسمونه الى ثلاث اثلاث، الثلث الاول الميديال، الثلث الثاني الوسط، الثلث الثالث اللي هو lateral. فهو قلت لك شنو قلت انا؟ قلت لك lateral two lateral one third، يعني انا كتبت two third، لا lateral one third، لانه الكيف يقسمونه إذا أخطأت بالكلام كالتالي يكون الكلام. بالنسبة إلى الكلافيكال يقسمونه إلى ثلاث أثلاث، one third medial one third وبعدين middle one third وبعدين lateral one third. إذا أكثر كسر يحدث عندنا وأكثر dislocation يصير عندنا وين؟ بالليترال one third وليس two third. أوكي؟ زهرة، دكتور بالنسبة للامتحان العملي يكون مثل ما تسألنا بالمحاضرة العملية مثل هذا التجويف؟ نعم 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 بالضبط. أنا دا أسأل دائما جروبي الأسئلة مال العملي وأسئلة النظري، لذلك قاعد أنوع لكم رغم قاعد خفيف خفيف آخذ وياكم، ولكن نفس هذا النمط تدرسونه. دكتور بالنسبة لدراسة التشريح أنا ما جاي أستفاد، يعني حتى لو أشوف المحاضرة فيديوين ما جاي أعرف مكان العظم أو الجزء بالضبط، وحتى رسومات التأشيرة شوية ما يعني جاي أحفظ بدون ما أعرف المكان. تعال يا نور، شو السبب؟ بالعكس خلي المحاضره يمت، وخاصه المحاضرات اللي راح تجي ان شاء الله بالايام اللي جايه، محاضرات كلش حلوه. شو السبب؟ لانه هاي المحاضره راح تشوفينها من تقنيه، فتحي الاطلس تبعيه العضله الفلانيه تجينا من فلان وتروح الى فلان، العضله الاخرى تروح من فلان تروح يعني انسرشنها الى مكان اخر، بعدين راح عنير النيرف الكورس مالته يعني امتداده من يمر من يعبر، تفتحي الاطلس قدامك ومن يمك محاضره، اطلس قدامك يمك المحاضره، اقل المحاضره وطبقيها على الاطلس اللي عندك، راح تتذكرين صوت وصوره يمك. مياسه شو تقول؟ دكتور محاضره الفاكتور اوريجن هواي معلومات بيها، شلون نعرف المهم والمطلوب؟ يا ريت والله. بالنسبه لمحاضرات الفاكتور اوريجن انا بالنسبه لي من اقل محاضره اوضحها كلها، والمكان اللي اركز عليه راح اجيبه حتى تدوخني ودوخك، حتى اسهلها لك يعني. المحاضره طبعا انا هذه الأنطية ما هي عبارة إلى ملخص مفيد إلى منطقة، يعني مثلا على سبيل المثال أنا تقريبا في المحاضرة أنطيها 20 سلايد، تعرفون هي بالحقيقة كل سنة أنطيها مو 20،
يعني انا اعطيتكم الثمن الثمني اللي عندكم ال 20 او ال 25 سنت، ما هي الا الثمن الثمني، فهي كلها مطلوبه وكلها مهمه، لانه انا اصلا سويتكم تقليص، دكتور ليش سويتكم تقليص؟ لانه الكتروني حتى الوقت يكفينا وحتى كلها مطلوبه كلها مهمه. ولكن انا بالشرح اوضح لكم بعض النقاط المهمه، انت تكون تدخل وبال بال بالبث حتى تفهم الدكتور شو يقول وش يركز وتسجل، هذا قالها مهمه، هاي قال تركوها، هاي قال مهمه، هاي قال كذا وهكذا. هاي الامور تسهيل، اسهل لك الامر فقط. ولكن هل المطلوبه كلها محاضره؟ نعم مطلوبه. دكتور هذا حيدر، حيدر غازي، دكتور بالنسبة لدراسة الشرح أنا ما جاي استفاد يعني بالعلو في كذا. أكيد أكيد أسماء كثيرة من تحفظها راح تنساها، أكيد هاي شيء طبيعي. تقرأ الاسم مرة مرتين ثلاثة، شفت نفسك حفظته ورا ساعة تنسى، مو ورا يوم يومين أكيد تنسى، فهذا شيء طبيعي. ولكن أكيد من تتكرر مرة ثانية تقرأها، نشوف الرسوم مرة مرتين راح تتذكر. فاطمة حيدر، مرحبا دكتور، يا ريت توجيهات عن طريق الدراسه الصحيحه للتشريح وشلون نقدر نتوسع بالماده، لان احنا صايرين عباره عن اله تحفظ وتخزن المعلومات فقط وتفاهم، ما حد سولف ويانا ووجه الوجه. طريقه الدرجه النهائيه اتركوها، لانه هاي امور فنيه بعدين نحكي عليها. نجي الى سؤاله، انت التشريح حتى تقرا الطريقه الصحيحه المحاضره من تجيك تستلمها محاضره اليوم عن من؟ عن الفاكتور ريجن. من تاخذ المحاضره خلي يمك اطلس حتى تقرا السطر وتطبق عليه او تشوف الجزء التشريحي اللي موجود بالاطلس. قلت لك فلان نيرف اسمه فلان، هذا الفلان قلت لك اياه ينبع منه ويطلع منه ويروح منه وتتبعه بالاطلس. يعني الانتوم ما هو عباره الا عن جغرافيا جسم الانسان. ممتاز؟ فانت بهالحاله هذه قرايتك الصحيحه اللي ما تاخذ منك وقت واللي تبدي تستذكر واللي تبدي انه انت ما تنسى بهاي الطريقه. محاضره يمك طبعا البيزك شويه، اول محاضرات شويه جافه ما مفهومه، لكن هسه شويه بدك توضح الصوره اكثر. انت بتاخذ ستركتشر المصل وستركتشر النيرف وكذا الامور، هاي الستركتشرات اللي تشرحيها افضل تكون. خلي يمك الاطلس. فاطمه قصي، دكتور كيف نفرق بين اليوتيوبركل والبروسيس؟ نعم هاي طبعا جروب يعرفونها، يعني هاي يا فاطمه قصي جروب يقدر يجاوبك عليه، بين اليوتيوبركل والبروسيس. اليوتيوبركل الارتفاع السناي، احنا انا جروب يعرف هاي الحكي، ارتفاع سناي. يعني شو سناي؟ يعني مرتفع شويه بسيطه عن الفلات سيرفيس، ارتفاع سناي يعني ارتفاع بسيط جدا. خلصنا دكتور. والبروسيس، البروسيس هاي السنايه كبرت اكلت وشربت فصارت شويه كبيره. اوكي، يعني البروسيس بالعربي نتو، واليوتيوبركل لا مو نتو، هو الارتفاع عن النورمال سيرفيس سنايه بسيطه. وان شاء الله يا فاطمه قصي مري علي المكتبه حتى ارسل لك اياها حتى توضح عليك بالرسم. بس انت فهمي اليوتيوبركل هي عباره عن سنايه، والبروسيس هي عباره عن ارتفاع اكبر من البروسيس من اليوتيوبركل. اوكي، والتبرستي دكتور، حتى ما ذكرت سؤال، والتبرستي دكتور انا من فهم طلابي، اليوتيوبركل عفوا التبرستي هي مثل اليوتيوبركل بس مدكسنه. هاي الا انا اشرح لك اياها، يعني انا جروبي فاهم القصه انا شنو دا احكي. تجيني اوضح لك اياها، ارسل لك اياها راح تسميها. او اي طالب يحب لازم توضيح، لازم رسم توضيح قلم ورقه حتى توصلكم المسج. نشوف بعد شهد. السلام عليكم، الجواب علي دكتور. يا شو سؤالك ما جاوب علي دكتور؟ شو شهد حمزة مع الله، السلام عليكم دكتور، وقت زدك كمان سايت جاوب علي دكتور، وقت كمان سايت يا كمان سايت اه وقت كمان سايت
ها فاض ها اوكي ليش هذا انا جاوبت ايه what's the common site of the fracture of the clavicle يعني وين اكثر مكان كسر انا ما اعرف هذا السؤال منين جبتيه باعتبار اصلا مو محاضراتكم حتى لا يسوي خبط للمعلومات اللي بقيت اقولها لكن جاوبك عليه بصوره علميه اكثر كسر يحدث بعظم الترقوه هو الثلث الخارجي ثلث برا يعني بالانجليزي نقول lateral two third more vulnerable to the fracture اكثر عرضه الما للكسر خلصنا خلينا نشوف بعد اسئله اخرى حيدر غازي نستخدم برنامج تشريع وخاصة برنامج أقص. نعم نستخدم برنامج البرامج بالحاسب اللي موجودة البرامج اللي موجودة أي سكيم معين أي رسوم معينة بكتاب قل دكتور يا كتاب ترشح سنيل سنيل غير سنيل أي كتاب تشريعي تحسه قاعد يحاكي فكرك وقريب على فكرك ومزاجك أقرأ أي كتاب مو شرط شيء معين تقول لي اقرا بالجوجل واطلع طلع بالجوجل بكتاب معين اي كتاب تشريحي صوره واضحه قريب عليك وفاميليار يصير يعني مالوف لك ابدي اقرا به بغض النظر عن اي تسميه لاي كتاب مو اي مصدر خلينا نشوف هبه تبعني عن انك تشوف البرنامج تشريح خلي دائما اسئلتكم تكون لا يكون الكلام بيناتكم خلي يكون الكلام بيني وبينكم حتى تستفادون كرر دكتور سؤال احنا مقبولين بصره مسوين مقبولين بصره مسوين استضافه غير محافظات اوكي غير كليات مو من البصره هل امتحانات من العمل يمكن بالبصره لو بالجامعه المستضيفه طبعا هذا سؤال اداري بس انا خلاص اجاوبك عليه الامتحانات اللي راح تكون العمليه تكون مو عندنا تكون عندكم في الجامعه المستضافه عندكم مو عندنا هم درسوكم هم خلوكم الاسئله مياسه دكتور نكتفي بالبي دي اف اللي قاعد تنزله لو نحتاج مصادر تشريحيه بالمرحله الاولى والاسئله تكون من ضمن البي دي اف لو خارجي ممتاز هذا السؤال يعني من ضمن العلاقه بالدراسه اكيد البي دي اف اللي درسته هو ملخص والزبده للموضوع اللي الاستاذ يطرق عليه ولذلك احنا نكون كاساتذه ملتزمين بفحوى البي دي اف الفحوى العلميه الموجوده وين بالبي دي اف هل تجيبون خارجه لما نجيب خارجه هل نجيب من غير مصادر لما نجيب مصادر اذا جبنا مصادر فهي ريليتد المن يعني انت جوابك واعتمادك انت طالب صف اول اعتمادك الاول والاخير والعمود الفقري بدراستك والعمود الفقري بان انت تمتحن وتجاوب وتتميز اقرا محاضرتك ثم اقرا محاضرتك ثم من نجيب خارج المحاضره سياق شيء خارج المحاضره من نجيبه خلصنا ولا تعتمدون على مصادر اخرى اعتمد على محاضرتك وبس اذا صار عندك وقت عندك وقت تريد تطور نفسك نعم ابدي اقرا مصادر اخرى تطور حسين داخل لا والله دكتور اقرا من الفجر اقرا من الفجر للفجر بس ما جاء استفاد يعني بس اترجم لا افهم ولا شيء الشغل المحاضره ما استفاد بس ان شاء الله وياكم نوصل افضل ان شاء الله يا حسين ان شاء الله يا حسين شوفوا انتم عليكم ان تفتحون المحاضره وقول يا الله قبل افتح المحاضره وبعدين بلش ابدي ترجم واحفر ويمك الاطلس الخارطه الاطلس هي خارطه وطبق على الخارطه تقرا وتطبق على الخارطه تقرا وتطبق على الخارطه هاي طريقه الدراسه تقول انا باليوم اخذ على سبيل المثال انا معكم محاضره باليوم تاخذون خلينا نفرض ست محاضرات تاخذون باليوم اوكي انت لو تقرا مو محاضره واحده من سته لا لو تقرا فقط ورقه واحده من هاي المحاضره كل شيء يكفي بس لازم يصير عندك انجاز يومي لازم انجاز يومي قد يكون بسيط ولكن يعتبر انجاز مو شرط اني انا ست محاضرات اليوم اللي اخذتهم يجب انه اقراهم كلهم لا ولا اقرا 50% يعني ثلاث محاضرات اقراهم وثلاثه ما اقراهم لا اي شيء تقدر له تسوي به انجاز محاضره واحده من ست محاضرات سويها نص محاضره من ست محاضرات سويها المهم يكون هذا انجاز دكتور شلون ندرس؟ أنا قلت لك الطريقة، تجي المحاضرة تفتحينها تقولين يا الله يمش شنو؟ يمش الأطلس، تجي تطبقين. شيء ما فهمتي أشري عليه الدكتور موجود. الدكتور ما موجود طالب ثاني موجود. يعني يجب أنه أكيد أكيد راح يكون في نهاية المحاضرة الإجابة موجودة، أكو شيء اسمه يوتيوب أدخله. أوكي؟ يعني أكو مصادر أخرى أنه أجيب المعلومة، ولكن عندي محاضرة طبق عليها، شيء ما فهمته أكو أستاذي. والترجمة أحاول قدر الإمكان
حتى لو ما اترجمه مرات شو نسوي؟ نترجم المحاضره وين كنا يا استاذنا؟ بالمختبر نقول له يعني نستغله، دكتور شنو هاي معناتها؟ شنو هاي معناتها؟ وابدي اترجم للطالب اثناء اثناء المختبر. بس انتم حقيقه اثناء المختبر هسه ما نلحق، لانه تعرفون هي ساعه ما قاعد غطي، قبل لا كان المختبر للجروب 3 ساعات. حقكم. فاطمه حسين، دكتور شنو الفرق بين السوبرفيشال فيشيا والديب فيشيا؟ شلون افرق بيناتهم؟ خصوصا عند الميل. بيصير تشابه بيناتهم متى اعرف الفرق بيناتهم؟ ها. هاي الآن مذكورة عندي بالمحاضرة بكل بساطة، بكل بساطة أنه تعرف السوبرفيشال فيشيا بيها ميزة، وهي شنو ميزتها؟ يعني هذه ميزتها، انتبه زين سجلها يمك. انه الاوعيه الدمويه والاعصاب تصير فوقها، العفو تصير جواها. اوكي؟ أو خلاص. والديب فيشيا لا، الديب فيشيا هي تغطي العضلات، تغطي الاجزاء او تفصل ما بين عضلات. هاي راح اجيب لك اياها ام سي كيو، سجلها سجلها جوا عندك. خلاص؟ خلاص. اتعبنا بعد. بالميل والفيميل. السوبرفيشال فيشيا يعني الغلاف السطحي. بما انه غلاف سطحي معناته الاوعيه السطحيه تصير عليه. بما انه غلاف داخل الديب فيشن اذا معناته المصل والديب ستراكشر يغلفه. خلاص خلاص. فاطمه ماجد، دكتور يعني جاي ندرس ونسوي مخططات كل شيء بس هم خايفين. نعم، الخوف يتولد وياك وموجود وياك وتظل تنسى، وشيء طبيعي هذا. هذا شيء طبيعي، انت تحسه مو طبيعي وانا طالب شاطر وحياتي كلها من الاوائل وانا جايب 99.6 كمينيموم معدل اقل واحد بيكم. نعم، ولكن هذا الشيء بكلية الطب طبيعي ان تنسى، ان تخربط وما تلحق. هذا اذا 3 اشياء موجوده عندك فقول انا بكلية الطب. وهي انه انت ما تلحق، ما تلحق 6 محاضرات تقراها عندك 6 ولا 3 منهم تقراها، يا اذا انت شاطر لحق تقرا لك وحده خلاص وتخربط وتنسى. هاي 3 اشياء تطالب كلية الطب، فشيء طبيعي مو تخوف. مو هذا يسوي عندك تثبيط وما تقرا وايضا انفصل وايد ارسل وخاف وكيف طب ما تفيدني، لا لا. ابدي قول يا الله ابدي قبل المحاضره ان شاء الله الامور طيبه. اخ مؤمن قاسم، ميديا لترال، انا ما ادري افهم شنو قصدك ميديا لترال. دكتور من عزيز فقط سؤال، ليش ما تنزلون المنظمه كامله؟ ليش تنزلون محاضره محاضره؟ لان ملينا وتعبنا من استنساخات المكاتب وصارت لازم كوم، وارجو الرد طجان. ما فهمت قصدك، شو قصدك؟ يعني اذا كان اي شيء فيه طلاب يخدم الطلاب، لا احنا وياك اذا عندك مقترح فيه الطلاب. انا هسه ما فهمتك، شو المقترح؟ اقترح لي بعدين ورا الميتنج، ما ورا الميتنج مالتنا اقترح لي خلينا افتهم. يعني شنو قصدك؟ ما تنزلون ملزمه كامله، ليش تنزلون محاضره محاضره؟ يعني قصدك مثلا فكتور ريجن شو نازله كلها؟ نفس الشيء، اذا نزلت لك اياها كلها او نزلت لك جزء جزء، شنو الفرق؟ انا ما اعطيك اياها جزء جزء حتى جزء جزء اشرحها لك وبدي استنسخه، اما اذا اعطيتك اياها مره واحده حتى ماديا او كذا ما يفرق عليك، يعني شنو الفرق؟ ما يفرق. يعني اذا كانت تتاثر ماديا فوضح لنا، واذا تتاثر علميا وضح لنا، لانه احنا وياك علميا وياك ماديا، ما اريد تتاثر لا علميا ولا ماديا. زهره سعد، دكتور اني من اقل محاضره افهمها بس اوجه صعوبه بالحفظ، يعني كمصطلحات وتقريبا كل شافه. صح صح، حاله طبيعيه هذه قلت لك اياها، 3 صفات طالب كل طب، اذا ما عندكم 3 صفات اقل من طب انتم خلاص. اي ها، بالنسبه للكسر يا مؤمل قصدك اللترال بارت، اللترال بارت اكثر عرضه للكسر، اكثر عرضه للكسر هو اللترال بارت، خلي يكون اكثر دقه لانه ما اعرف انتم هذا السؤال جبتوه ما اعرف هل الدكتوره حاسه منطقتكم الكسور؟ ما اعرف، انا محاضرات ماكو واحد عاجب، بس انا كوني تخصص الدقيق جراحه فاقدر اجاوبك بدقه. بدقه بالنسبه لعظم الترق وحتى ينكسر هو التقاء الثلث 1/3 اوف ميديال، والتقاء ويمن؟ ويا الثلث اللترال، ويا الثلث اللترال. اوكي؟ يعني ثلث اللترال ويا الثلث الميديال يصير بيه كسر. طبعا اكيد اكيد خلينا نتفق يعتمد على التروما، يعني الضربه وين؟ قد تجيك ضربه مباشره بالجزء الميديا، راح ينكسر الميديا ما ينكسر اللترال. مو دكتور العمل يقولون تاشير على الجروف خطا، شو الصح؟ الجروف والله دكتور العمل يكون دكتور العمل يقولون تاشير على الجروف خطا. ها هنا اكو انا بسكت لكم بي دي اف اذا قصدك الأول.
يمي الديستنتات، يمي الستارت بروسيس مالنا، اكو جروف. هذا الجروف كتبته شنو اني؟ وذكرته للسرعه، عدت العملي سميتها فلكسر. هي مو فلكسر، هي اكستنسر. اكستنسر كاربي، اكستنسر اوكي، وليس فلكسر، يعني اكستنسر صحيح. اوكي دكتور كريم مجيد، شلون نتعامل مع محاضرة التشريح النظرية بشكل نتعامل مع ال... شلون نتعامل مع محاضرة التشريح النظرية بشكل صحيح بحيث نضمن استيعاب نترجم ونفهم المعنى ونحدد المصطلحات الطبية، أو شنو بالضبط يعني باختصار شلون أحقق الفائدة المرجوة من المحاضرة بالنسبة لمادة التشريح خاصة، وبالنسبة للمحاضرات عامة يعني شلون نتعامل ويا المحاضرة بالذكاء نريد خريطة معينة. نعم عندي دكتور كريم سؤال نموذجي وسؤال يلخص أسئلتكم اللي موجودة. شوف دكتور وشوف يا طلابنا، المحاضرة بالنسبة راح أعطيكم الكي مال دراسة التشريح. محاضرة تجيك تخليها يمك تقول يا الله، وتخلي يمك سنيل أو تخلي يمك أي كتاب بخرائط التشريحية، يعني بالعضلات المبينة والعظام المبينة، وتجي المحاضرة يمك يقول لك فلان عضلة أورجنها يعني منشأها منها، تتبع العضلة منها انسيرشنها منك يعني وين تمسك وين ترتبط. خلاص بالنسبة للمصل، بالنسبة للنير كذلك، بالنسبة للآرتري كذلك. المصل تدرس بها ثلاث أشياء مهمة، كل مصل عندك راح تاخذ بالأول وبالثاني وإن شاء الله نجيكم بالجراحة. المصل عندك شغلات، شغلات أنت تعرفها، لازم تعرف مكان منين تنبع، منين تطلع، منين ترتبط، الى وين تنتهي، يعني الاوريجن والانسيرشن. بعد عشان تعرف، تعرف النير سبلاي هاي العضله مو موجوده، لازم يجي لها عصب حتى تشتغل، فيا عصب يزودها خلصنا. وهي عضله موجوده وجاها عصب، شنو وظيفتها بالجسم؟ ماكو عضله تايهه، ماكو عضله الله خالقها ببلاش. اذا هذه العضله الموجوده لها اكشن، اذا بالعضله كل عضله تجي لازم تعرف بيها ثلاث اشياء، اوريجن انسيرشن واحده، والنيرف سبلاي والنيرف مالتها سبلاي، والاكشن يعني الفانكشن الاكشن مالتها. شو تسوي؟ تبعد الايد، تقرب الايد، توخر كذا، تسوي كذا، يعني وظيفتها بالجسم شنو؟ الجسم شنو؟ نوع الحركه اللي تسويها. وبالنسبه للمحاضرات البقيه دكتور كريم يقول المحاضرات البقيه لا مو بهالطريقه، مو بهالطريقه، بس بالنسبه للتشريح الكي مالته هو انه المحاضره تقراها ويا السنيل ويا اي كتاب اخر موجود مال اناتومي اللي بيرسوم، ولا تعتمد على المصادر لانه انت ما تلحق، ما تلحق، فانت اعتمد على المحاضره والمحاوله اسلحه تجي من بطول المحاضره، والمحاضره ما هي الا ملخص المن الى الماده العلميه تقريبا، مغطينها قدر الامكان، مسوي لها تجذيب وتهذيب للماده كلها بحيث مسوينها في شيء بسيط جدا. فاطمة، فاطمة حيدر، دكتور نحتاج كوزات لو بعد كل خمس محاضرات كوز، حتى اطمئن انه احنا ماشيين على خط صعب طريقة دراستنا، انا خايفة بعدين نصدم بالامتحانات اساسي وتدق فاطمة. ايه اوكي فاطمة، اني وعدت بالنسبة لجروبي وشغلة بطل البقية راح نسوي لكم كوزات تمهيدية، كوزات تعريفية، لا تخافون ينت ان شاء الله بناخذ مادة تشريحية ذات قيمة، يعني عندنا مجموعه من العضلات ومجموعه من العظام ومجموعه من الـ من الـ من الـ من النيرف، بعد ما ناخذ الماده خلينا ناخذ ماده استولى بدينا ندرس الجهه الصدريه الباكتولوجي، فتنطينا شويه صبر راح نعلي. بس انتم حتى لا تخوفون من الاسئله وما اعرف ايش، انت اذا طالب هذه الماده اذا اي سؤال راح يواجهك راح تجاوبه. شنو الام سي كيو صعبه؟ الام سي كيو ماده علميه، اذا قلت لك يشرح يشرح ماده علميه، ولا قلت لك صح ماده علميه، يعني انت قال ماده علميه خلاص هذا هو الكي مادتك، لا تخوف. مريم قيس، دكتور بالنسبة لوظيفة السكين هي البروتكشن against الترا فايلنس لوجود المينونوسايتس، يعني هاي الخلايا هي المسؤولة عن حماية السكين من الترا. لا 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 لا، المينونوسايت مو فقط هي المسؤولة، يعني هي يعني لو ما هي، لا هي جزء مكمل للدورة، دورة حماية الجلد، ولكن ليست هي المسؤولة لا، المينونوسايت هي المسؤولة عن شيء آخر، مثلا توليد الصبغة مال الجسم،
اوكي، بس مو هي المسؤوله عن الوظيفه الاساسيه مالتها، عن حمايه الجسم، ولكن نعم لها وظيفه ولكن ليست الاساسيه. ضحى عادل، السلام عليكم دكتور، شنو الفرق بيناتهم من حيث المحافظه في رفع او خفض درجه الحراره، او واي وحده مسؤوله عن حمايه الجسم من فقدان الحراره؟ سويتلاند، هذا سؤال سالتوني به بعض، سالتوني به هذا السبيشيس والسبيشيس والسويتلاند. الغده اللي هي العرقيه هي سويتلاند، والسبيشيس جلاند هي الغده الدهنيه. بالنسبه للفرق بخفض ورفع الحراره، شوفوا اثنيناتهم كغدتين مسؤولين عن تنظيم درجه الحراره. شوفي انت كلمه منو يخفض ومنو يرفع، ماكو حكي عندنا وحين ترفع وحين تخفض، لا عندنا مصطلح عام طبي احنا حتى نكون اطباء صحيحين او يكون التعبير الطبي صحيح. من المسؤول عن تنظيم حراره الجسم من رفع وخفض، اذا من ينظم؟ اثنيناتهم يشتركن بالتنظيم، اثنيناتهم يشتركن بالتنظيم خفض الحراره. على سبيل المثال مثلا، شو دكتور التنظيم؟ اعطيني مثال. الغده العرقيه، انت من تتعرق راح يكون العرق بجسمك، راح يضربك الهواء، بيضربك الهواء راح تنخفض راح تخفض درجه حرارتك. هاي من باب اخر، انت من تطلع يصير عندك سويتنج، يعني تطلع العرق، من يطلع العرق اوتوماتيكيا الحراره مالتك شنو؟ تنزل. اوكي؟ نجي السويت جلاند، عفوا السبيشس جلاند، الخلايا الدهنيه تعتبر طبقه واقيه منين؟ من فقدان، طبقه واقيه من فقدان الجسم المن الحراره. ونفس الوقت هي تعتبر طبقة واقية من الشمس حتى لا ترتفع درجة حرارتنا. فإذا اثنيناتهم يلعبن دور في regulations of or controlling of regulation، نفس الشيء of body temperature. خلاص بهاء عبد الحكيم، دكتور أبسط وأسرع طريقة أفهم بها التشريح وشلون أجيب امتياز جيد. أسهل وأسرع طريقة كالتالي، محاضرتك يمك، تقول يا الله استكرار الشاي يمك والسنير يمك، خلاص تقول دكتور مو قاعد انسى مطبقتها، لا طبقها مره ومرتين وعشره والف، وهذا المفعول والدواء الناجح للمرض اللي قاعد تعانون عنده، وهو مرض طبيعي، حاله طبيعيه. سنيرك يمك، محاضرتك يمك، استكران شاي، يقول يا الله تتبعها، تقول دكتور قاعد تتبعها، انسى مره مرتين عشره الف، هاي الطريقه الناجحه. تقول دكتور وانا قاعد انسى شلون؟ لا راح تستذكرها بعدين، راح يصير عندك شيء عادي على السليقه. اوكي؟ لان انت حتى لو قصيده ما تحفظ، انت حتى لو تقرا قصيده مره ما راح تحفظها من اول مره، قلت لك اقراها مره ثانيه، اقراها مره ومرتين ما تحفظ القصيده، بس بالتكرار راح تحفظ القصيده. ضحى عادل، شو الفرق؟ احنا سبيشس بعد ما يحتاج نحكي اكثر عنه. مجتبى عبد الهادي يقول دكتور ليش وضعيه جدولنا كطب البصري يختلف عن باقي الكليات الطب، ولكن العراق ياخذون؟ شوف مجتبى، انا ما اجاوب سؤالك ان شاء الله محترم، ولكن خلينا في سياق المحاضرات وسياق الاسئله والاجوبه في بطون المحاضرات، او في حكم الامور في المحاضرات، افضل بكثير من الاسئله اللي هي قلنا اداريه فنيه. اوكي؟ هاي نقدر نناقشها بغير وقت، او نقدر تستضافون العميد او معاون العميد حتى تطرقون طريقه الامتحان، طريقه الاستضافه، طريقه النقل، طريقه يعني الامور الاداريه الفنيه، هم يكونون اجابه افضل وتعرضون مشاكلكم انهم افضل. انا مو مقصر ان اجاوبكم، ما اقدر اجاوبكم، بس ما اضيع الامور العلميه حتى تستفادون من الاستاذ الماده باكثر قدر ممكن. دكتور كرار شو يقول؟ دكتور بس سؤال، امتحاناتنا العملي بالبصره لو في جامعه، بعد ما راح اجاوب هاي اسئله فنيه، يعتبر امتحان العلمي العملي كل دكتور يمتحن مجموعه؟ لا، من يصير امتحان نظري كل الاساتذه يشتركون ويعدون اسئله لكل الجروبات، يعني انتم نفسكم انتم كم جروب؟ مو تسع جروبات؟ نفس الاسئله. عمليا ونظريا. عمليا ونظريا نفس الاسئله، لانه انا من انطي محاضرات او من انطي عمليه نفسها الموجوده لكل الجروبات تكون. اوكي؟ فاحنا مشتركين بين كلهم. ماكو شيء اسمه اختلاف. نفس الاسئله ونفس التصليح ونفس المحاضرات. استبرق دكتور، انت تقول الاشياء المهمه اللي نركز عليها بالبث، بس احنا البث الصوت ما واضح به ابد وكل ساعه يفصل، فباليوتيوب يا ريت تذكر الاشياء المهمه، لان احنا نحضر البث بس ما نسمع ببعض. انا اتمنى هذا الشيء،
أتمنى أنه أنا أصور لكم المحاضرة وأخليها على اليوتيوب، ولكن عندي غاية أخرى، ما أريد أصور وأسوي على اليوتيوب لسبب، لأنه أريد أخليك يا طالبنا العزيز أن تحضر البث حتى تقول محاضرة الدكتور سامة محاضرة قيمة من الناحية العلمية ومن الناحية توضح لنا فيها كثير أمور وكثير غموض، وهذه المحاضرة للأسف ما أقدر ألقاها في غير مكان في اليوتيوب وفي غير ميديا معينة، إذا وين موجودة؟ فقط عند البث، لا لازم أحضر البث، فحتى شنو أضمن أنه أنت شنو تحضر البث وياي، أضمن أنه تحضر البث، ومن تحضر البث راح تسوي لي واهس، من تسوي لي واهس أنا راح أشرح أفضل وأوضح أكثر وأخليك على الطريق الصحيح أفضل. اما انت كطالب من تقول اي انا حتى ما حضرت المحاضره على البث اوتوماتيكيا باكر تنزل لي على اليوتيوب وانا قاعد ابغى عليه، اذا هذه الدراسه خطا، الدراسه الصحيحه انه انت تكون موجود وياي ونتفاعل، يسمونها انتر اكتف تيتشنج، الدراسه الانتر اكتف يعني تفاعليه حتى نتفاعل بين ما بين الاستاذ الماده وهذا، فهمتوني؟ ولذلك انا ما احب شيء اسمه ميديا. دكتور شنو الاطلس مصدر او برنامج؟ شوفوا بالنسبه للمصادر مالتكم اي مصدر، كان كتاب فبها، ان كان برنامج فبها، اي كتاب تحبه، اي برنامج تحبه تحسه قريب عليك، تحسه قاعد يفهمك، تحسه انه صرت وياه تتاقلم، قاعد يجاوبك على اسئلتك واستفساراتك او يجاوبك على الامور اللي موجوده بالمحاضره، اي كتاب قديم حاضر، جديد حاضر، اي كتاب معين، ما احبذ الا لو سنيل الطبعه الفلانيه لو ماكو، اوكي؟ ما له علاقه. اوكي شبابنا، طبعا اسئلتكم كثيره بها حلوه وهذا، بس ايش اسوي الوقت اليوم هسه 46 دقيقه صارت، احاول ان اجاوبها كلها. هل احمد هل طبيعي احساس النسيان في بعض المحاضرات؟ لا هذا بالنسبه لاحمد، النسيان هو يدل على انك طالب كليه الطب، النسيان كلش طبيعي مو مرضي او ازمه، لو كان مرضي وازمه عندك ما طلعت 99.6 بالعشرة، صح لو لا؟ فاذا وما كنت تتميز انت بالاعدادي، فاذا النسيان في كليه الطب والخربطه وتراكم المحاضرات هذا سمات الطبيب في كليه الطب، هاي اقول لكم اياها دكتور سامر، مو يسوي عندك هذا انهبيشن، هاي ثلاث اشياء، هاي ثلاث اشياء طبيعيه، ولكن هاي الطبيعيه راح نخليها احنا نكيف وياها شلون؟ عندما نبدي نقرا، نبدي نقرا وما نخلي هاي العوامل هي تثبيطيه، بالعكس تحفيزيه ان اقرا اكثر. تبارك كرام احمد رائد. دكتور شو الفرق بين الادكشن الادكشنز والريبوزيشن بالنسبه للموفمنت اوف بوكس؟ الحركه الاولى اوكي، بالنسبه الى دانيا، شوف دانيا هذه الحركات اللي سؤال حلو علمي وبس ما اقدر اجاوبك عليه بالبث، لانه يحتاج انه ارسم لك واشير لك، فان شاء الله اذا تمرين علي واي طالب يمر علي بخصوص الحركات وبخصوص بعض الامور اللي تحتاج توضيح رسم وتوضيح، هذه مو ملبث، مو ملبث للاسف، مري علي في اي وقت واي طالب يحب يمر علي على انه يعرف الجواب مال دانيا يمر علي حتى انا اشرحه. دكتور هاي سجا ما تقدر تسوون كويزات؟ طبعا راح نسوي لكم كويزات تقريبيه ان شاء الله، بس خلينا ناخذ ماده، خلينا ناخذ ماده، انا بالنسبه لي جروبات كلها قاعد اسوي لها كويزات بين فتره وفتره يعني بالعمليه، وبالنظري قلت لكم من ناخذ ماده، احنا ما ناخذ الماده، انتم مو على بالكم الدكتور حصلتهم الكي هاي ماده، لا هاي نعم ماده ونجيب منها اسئله، ولكن الماده بدسمه التشريحيه الصحيحه من نبدي ناخذ الفكتور وناخذ الارم وناخذ الفور ارم، يعني هاي تصير الماده. دكتور حصلت لكم اساسيات المهمه الكي مال هذا تجري. مروه دكتور كل سينوفيال جوينت بس الديافرسز، هاي ما فهمتها، ما فهمت سؤال حلو هذا مبين بس ما فهمته شنو قصدك. زينب دكتور طلب بين تسوي لنا كويزات، اوكي دكتور نتفق تسوي لنا كويزات بعد كل محاضرتين او ثلاثه على مود، ممتاز اقدر اسوي لكم، ممتاز قلت لكم بس ناخذ الماده ان شاء الله اسوي لكم كويزات بنهايه البكتوريا، اسوي لكم كويزات بسيطه هي اما ام سي كيو اما ملتيبل تشويس كويشن. زهراء لكن الاطلس في المكاتب موجود؟ لا
اي تتعبون نفسكم. لا نقول اطلس، يعني اطلس التشريح، يعني اقول بصور، اي كتاب بصور، ما التشريح فيه صوره العضله، بصوره العصب، اي كتاب يعجبك حتى لو تنزله من النت، اكتب مثلا فري داونلود اطلس اوف اناتومي ونزله، قديم من الثمانينات من التسعينات من الالفينات مو مشكله، نزله وشوفه. من شفته قاعد يناغم المحاضره لما يناغمها، يناغم فهمك وفكرك والصور واضحه لك، مفهوم اعتبره انه مصدرك ومرجعك. خلاص دكتور انت تذكر من كتاب معين؟ لا مو شرط، مو شرط. انا عندي مثلا عندي الكتاب المهم اسمه فلاني، بس انت عندك الكتاب المهم مو فلاني، ما افتمت عليه، ما افتمت عليه، تفتهم على غير كتاب، فانت لا تعتمد على كتاب معين، اي كتاب اقراه شوف الصور مالته ان كانت قريبه ومفهومه اعتمد عليه. وضح دكتور، يعني نزل ما السنه كلها، ما السنه ما يصير نزل كلها، ما مثلا ثلاث اربع محاضرات نزل، بس ما السنه كلها ما يصير. حسين داخل، كتاب او برنامج نزلي مع الرابط الغالي اذا تقدر. أجان الاسئله قد تكون مواجهه للاستاذ حتى الجميع يستفاد، بس احنا نسولف سوالف اهلنا حتى تستفادون، حتى نرفع الغموم عنكم، الاشتباه عنكم، انتم الان احسكم ضايعين، ولكن هذا الضياع اللي تحسون به هو مو ضياع، اللي انتم اللي بيه مو ضياع، هذا اللي انتم بيه ميس اندرستاندينج، يعني سوء فهم للوضع، مو ضياع انتم مو ضايعين، اوكي؟ بس العفو دكتور، تقدر تسد المايك على الطلاب يعني لانكم بعضهم يشوشون؟ نعم طبعا اسئله كثيره كثيره كثيره، الاسئله الاكاديميه، احنا الاسئله الاكاديميه العلميه اكيد انا يعني، اما الاسئله اللي هي الفنيه الاداريه اكيد العمادة الكليه مشكوره مستعده ان يجاوبكم على اي اسئله فنيه اداريه تخص تنظيمكم ونقلكم ودوامكم، وهي مشكوره ومتعاونه جدا جدا معكم، متعاونه جدا جدا. فانتم خلي اسئلتكم دائما تكون اكاديميه علميه فيما يخص محيط المحاضرات. الاسئله الاخرى يمكن انه نسال بها الاخوه والاساتذه في الاعمال. صراحه ابدي اختار اسئله لانه حقيقه اسئله كثيره. دكتور اذا ما صار زحمه عندي سؤال، ولو الوقت راح يخلص لكن سؤال مهم يعني. تفضل. ممكن اذا ممكن يعني تخلي المحاضرات العمليه مشابه للنظري، حتى بنفس الوقت من ندرس احنا النظري ونجي للعملي نقدر نستفاد. يعني مثلا اخذنا مثلا على سبيل المثال الهيومرس او الكلافيكل او السكابيولا بالمحاضرات الاولى العمليه، حاليا ناخذ بكتريجين اخذناهن بس بوقت متاخر، يعني يا ريت مثلا الدروس. صح صح صح. لا 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 شوفوا بالنسبه لاخوكم علي يقول خلي تنسجم المحاضرات العملي النظري مع العملي. نعم وهذا صحيح وهذا لازم، بس مرات يصير تقديم وتاخير يوم او يومين، قد يصير تاخير، ولكن احنا هدفنا الان انه يكون شنو؟ يكون تناغم ما بين الانطيه، انطيه ترانسفكتور ريجن اللي هي تشمل فلان مصر فلان مصر فلان ستراكشر، يكون احنا ثاني يوم من نجي المؤتمر شو نشوف؟ نشوف الدكتور سامر اللي انطاها الفكتور ريجن، نشوف هي فلان مصر وفلان مصر وفلان نيرف وفلان كذا، وهذا صحيح وهذا لازم نسويه، بس مرات يصير تاخير مدة يوم قبل أو بعد. نعم نعم هذا كلامك صحيح. بعد شنو أسأل شنو كنت بقول شنو بالنسبة للهيومرس لقيت أكو فرق. دكتور أنا سألت سؤال وجاوبتني أنت دكتور على مود البيت، هسه أنا حاضرة بيت محاضرة وياك، يعني دكتور بنص المحاضرة كل شوية يروح الصوت عنك، يعني يا دوب أسمع كم كلمة من عندك، فإحنا وإحنا خاطئين يعني بالمحاضرة، دكتور نص الكلام ما يسمع، يعني بحيث من نجي إحنا المحاضرة اليوتيوب نلقى نص الكلام ما موجود، أنت بالمحاضرة المحاضرة يعني الصبح بالبيت أنت تذكر الأشياء المهمة، بس نحن نرجع لمحاضرة اليوتيوب ما نلقى بها هاي الأشياء. شكرا من عندك.
يعني احنا استبرق استبرق شو تقول؟ استبرق تقول يابا خلونا على انه المحاضره اللي القيها انا حتكون على على اليوتيوب. شوف استبرق، انا كاستاذ احاول قدر الامكان انه الطلاب اجذبهم واستجذبهم علما الى البث. شو الطريقه اللي انا اجذبهم البث؟ اذا هم في بالكم يا شباب، اذا انتم تعرفون المحاضره بتكون بعد ساعه او ساعتين تنزل او باكر تنزل على اليوتيوب، اكو واحد ممكن يحضر البث؟ نعم اكو. ايش قد نسبته؟ 10 20 30%؟ لا اكيد انا اريد اكثر، اكيد اريد اكثر حتى يصير تفاعل. هاي الفكره من عندي، ولكن احاول قدر الامكان في الدليل مو مشكله. خلينا نشوف الاسئله العلميه. زينب شو تقول؟ يعني دكتور بالنسبه للهيومرس لقيت اكو فرق بين بين الكابيتال لوم بلاد نص انتر مكتوب كابيتال صح، بينما بمنزل مكتوب كابيتال لوم من الاصح وهم تحاسبوا من الامتحان؟ لا لا، هذه الفرق بالكتابات اللاتينيه، اللاتينيه الانجليزيه يترجمونها بهالطريقه واللاتينيه الامريكيه صحيحه اثنيناتهم، اوكي؟ اللاتينيه فقط. فاثنيناتها صحيحه. دكتور الستاتس اوف ارني يقولون استراتيجوس اوف ارني يقولون بوستيريور لو بوستيريور وميديال. لا بوستيريور ميديال، تقدر تقول بوستيريور بوستيريور ميديال، اوكي؟ تقدر تقول بوستيريور ميديال، يعني مو ظهري ظهري او خلفي خلفي بالمئة مئة، لا خلفي قريب على الجسم بوستيريور ميديال، اوكي؟ لا مو بوستيريور ميديال ميديال يعني كيو وانا غادة. دكتور ليش ما نخلي محاضرات الاتوم الحضوري بالكلية؟ إيه هذه أسئلة حلوة، أنا أتمنى هذا الشيء وهذا هو الصحيح. تفاتحون بها العمادة، بس أنتم خلي في بالكم العمادة حقها أنه راح يعني راح تتجابه ويا عددكم ويا عددكم، ولكن هذا الصحيح. النظري يكون حضوري حتى التوضيح أكثر والشرح يكون أحلى. أي صح، ما تستغلون البث يا غادة، صحيح صحيح للأسف صحيح. هاي فتح بيها احنا بالنسبة لي، انا بالنسبة لي يعني اقول مستعد طالب اي شيء يقول بيه الطالب لمصلحته العلمية انا وياه. شنو اللي يقول؟ يقول دكتور خلي ندرس على هواء الطلق، حاضر. اي روح ندرس بالحديقة، اقول له حاضر في اي مكان في كيف مكان، المهم انا عندي الطالب وبس. شنو بعد هسه نشوف هذا كلمة الثوراكس ليس كلمة تشيست، هذا اتصور اني جاوبتكم عليه يا شباب، يعني انتم المسجات انا يعني هذه المسج جاوبت اكثر من مره، اوكي؟ رجعوا لي. وهاي السبيشيس هاي ذبحونا بيها ما اعرف شو السبب بيها. انتم تحاسبون على الخط الاملائي بالامتحان؟ لا ما نحاسب بالاملاء الخط الاملائي، ولكن حاسب على السبيلنج، يعني الخط حلو او مو حلو ما نحاسبه، ولكن حاسب على الاملاء، اوكي؟ لان انت طبيب، فمن تكتب الاموكسيل كنت تكتبه صح، لما ما كتبته صح راح تروح الراشته للصيدلان راح يكون غلط فيطلع العلاج غلط، فانت تحاسب على الاملاء لكن لا تحاسب على الخط. هذا اخر سؤال. دكتور كون كل محاضره نظري ورا ما تنتهي نريد سلايد اخير باسئله واشياء مهمه حتى نعرف شنو يصير وشلون. انتم هاي شغله الاسئله وهذا وبعدين كلكم ان شاء الله راح تنجحون. شوفوا الاسئله والصيغه مال الاسئله هي اما ام سي كيو صح وخطا، اما اجابه سؤال متعدد الاجابات خلصنا، او جزء شرح يجي هذا يكون شرح يعني السريع يشرح عن فلان تركيب على سبيل المثال. هاي الاسئله انت الاسئله راح تجاوب عليها اوتوماتيكيا بدون خوف ودون تردد. انت من تقرا محاضرتك اقرا محاضرتك راح تجاوب، انت ليش تدخل نفسك بالاسئله وشلون تجي وشلون نمطها؟ يعني انت كانك طالب صف ابتدائيه ما داخل امتحان، انتم اصلا دخلتم معترك امتحانات مختلفه وزاريه وغير وزاريه، احنا راح نجيب على هاي النمط، نفس الاسئله اللي امتحنتوا بها بايام الاعداديه والمتوسطه، نفس الشيء، بس انت عليك انتقال ماده، نقطه راسطه. واسئلتكم كثيره جميله وحلوه واكاديميه وراقيه على رقيقكم، وهذا اللي انا عرفته واللي اعرفه من طلابنا الشطار الحبوبين. قولوا يا الله لا يسعدكم التفبيط، اقروا اللي موجود، حاولوا ترجمون اللي موجود حتى وان كان تراكمات. العمادة فاتحة صدرها لأي سؤال لأي استفسار لأي شوفة خدمة للطالب ودعم للمسيرة العلمية للطالب. أنا كدكتور سامر أي شيء تطرحونه علي
حتى لو داومكم السبت وداومكم الجمعه ممكن تبدلها. المهم عندي طالب وعندي طالب وعلمي. حقيقه الى هنا يمكن الى هنا يمكن ان اتوقف بالنسبه الى بالنسبه الى حواركم. حوار كان حقيقه لذيذ وشكل لذيذ وشكل مع بعض الغموض. مع بعض الغموض. لقاء. شكرا لكم. شكرا لكم. مع السلامه. مع السلامه. توفيق.